كلية العلوم جامعة دمياط، تستقبل طلاب شعبتي علم العلوم وعلم الرياضيات. تتخصص شعبة علم العلوم أولاً العلوم البيئية، والتي تنقسم إلى قسم الكيمياء الحيوي، قسم النبات والميكروبيولوجي، قسم الحيوان. ثالثاً العلوم الجيولوجية، والتي تنقسم إلى قسم الجيوفيزياء، قسم الجيوكيمياء، قسم سبيشيال جيو. أما عن شعبة علم الرياضيات فتتخصص في العلوم الطبيعية، والتي تنقسم إلى أقسام الفيزياء والرياضيات.